بسم الله. بعد ما حددنا الـ URLs بتاعتنا اللي احنا محتاجينها في الـ بعد ما السيمكولون دي اصلا شيء واحد كذا لغه تانيه من السيمكولون بالنسبه له اهم شيء بتنعكس على بعض. ماشي، ما علينا. اللي احنا بعد ما ظبطنا احنا بس نادينا على الحاجات الخاصه باليوزرز اللي هم عاملينها اللي جانكو عاملها. نفس الكلام ده لازم اكون انا عامله في البرودكتس. يعني انا لازم يكون عندي يوزر سيريلايزر موجود عندي في البرودكت، عندي اليوزر فيو سيت موجود عندي في البرودكت، عندي الموديل بتاعي زي ما عرفنا هنا الموديل اللي هو بتاع يوزر، انا هيبقى عندي الموديل بتاع البرودكت. نفس الكلام ده لازم يكون عندي الحاجات اللي انا عايزها. لكن هم بيبقوا عاملين اليوزرز ده اوتوماتيك، انت ما بتحسش، بس هو بيبقى موجود كده واتعمل. فانا محتاج ان انا اعمل ده في ايه؟ بس مش متعرف الا انا معرفين الباس هيجي منين، ما عرفناش. متهيألي انك هتتبعكم من شويه الباس هيجي منين، ما اعرفش ازاي نهرب من ماشي فروم. لو احنا عايزين ننادي على باس، يعني لو انا عايزين ننادي على باس، انا متاكد ان انا قلت لكم بس يلا مش مشكله. جانجو دوت URLs، تمام. وال URLs هو الامبورت باس كده. المفترض انا سريع في الباس، فالمفروض ما يبقاش عنده مشكله على الباس. خلاص انكلود انكلود ماشي. عشان اسرع انكلود بقى اجيبها منين؟ هقول له انا عشان انادي على انكلود هقول له from django dot conf، تمام. dot URLs عايز اعمل import، تمام، ل URL وال include دول ده اللي بيستخدمه، تمام. ماشي، دول سيف كده الفايل بتاعي هل في لسه مشاكل؟ تمام. احنا فعليا كده ماشي. احنا فعليا كده بعد ما كتبنا الكود اللي احنا عايزينه ده في الـ URLs باي، انا محتاج ان انا اروح اعمل نفس الفكره في الحاجات بتاعتي انا اللي هم الـ Serializer والفيو سيت والموديل. فلو رجعنا للابلكيشن بتاعنا الاب بتاعنا اللي هو ريست اي اي ده في مودلز، هلاقي ان انا كنت معرف البرودكت از موديل، تمام كده؟ قلت له حلو جدا از موديل مفيش عندي مشكله. انا محتاج اعرفه كمان از فيو، تمام؟ لازم اعرفه كفيو بالنسبه لي هيشتغل ازاي، واعرفه كمان ك سيريالايزر. هنا عندنا سيريالايزر، عندنا السيريالايزر، بس خلينا اعرفه كفيو وبعد كده ارجع اعرفه كايه؟ كسيريالايزر عشان اقدر انا استدعيه زي ما انا استدعيته واشتغل عليه، هيبقى كل حاجه موجوده، بس انا قسمته على فايلز يعني. فماشي، هكريت الفيو بتاعي هو عامل ريندر، ده الاساس بتاعنا، قلت له ماشي بس ريست اندر سكور فريم ورك، عايز امبورت الفيو سيتس زي ما عملت مع اليوزرز، تمام. فروم انا عايز انادي على الموديل اللي هو جنبيه ده على طول المودلز دي، فاقول له بقى ايه دوت مودلز عشان نشوف على طول بحطه دوت امبورت البرودكت هو مربوط كده الكلاس بتاع البرودكت. فاضل السيريالايزر، طبعا الملف بتاع السيريالايزر لسه ما عملوش، هنشوف هنعمله ازاي. فاقول له انا عايز اعمل كلاس اسميه البرودكت فيو سيت، تمام ماشي. واقول له بقى ايه فيو سيت زي ما قلت بالظبط اليوزرز، بس انا مقسمها على فايل على مكتب موديل فيو سيت، تمام. انا بقول الفيو ايه سيت هو نفس الكلام. لو انت رجعت
اليوزر يكون عاملينها زي برضه كنا عاملين كده بس اليوزر فيو سيت بدل ايه دي. طيب على العموم بعد ما عملت كنترول لابد بعض الكويري سيتس الداتا هتجيلك ازاي؟ كنت بقول لك هو على البرودكت تمام؟ ومن البرودكت انا عايز الاوبجكتس دوت اول يعني عامل تعرض لي كل البيانات بتاعت مين بتاعت البرودكت خلاص كده؟ طيب سيريالايزر طب ما عرفناش السيريالايزر فوق لسه هنعمل له الفايل بتاعه هنا هيبقى برو دوت سيريالايزر تمام عايز نقول اللي هنسميه يبقى جوه برودكت سيريالايزر برودكت سيريالايزر ماشي وهاجي هنا وهي له بقى ايه السيريالايزر كلاس بقى اللي احنا عايزينه هنعرفه سيريالايزر اندرسكور كلاس بيساوي هقول هو على البرودكت سيريالايزر بعرفه لو رجعت فكرت فيها كده كسيريالايزر هو ده البرودكت فيو سيت اللي احنا كنا هو اللي كان معمول عندنا في اليو ار ال زينا هو ده بالظبط عرفنا في كوري سيت وعرفنا سيريالايزر كلاس كذلك كان عندنا ايه نفس الكلام بالظبط عملناه ماشي ده بالنسبه لايه للفيو بالنسبه للفيو طيب بالنسبه لي وبالنسبه للسيريالايزر فاضل لي بس ايه بالمره نفس الكلام اعمل السيريالايزر بنفس الاسلوب تمام عرفت انا السيريالايزر دبي يدوي كده تمام وهقول له بعديها انا عايز اكريت السيريالايزر كلاس بتاعي بتاع برودكت بنفس الاسلوب برضو اللي عملناه في اليو ار اكس مع هو نفس الفكره بتاعت ده بالظبط تمام نفس الفكره بتاعت ده بالظبط يعني لو حتى اخدتها كابي او انا اكتبها مش مشكله سيريالايزر طيب هقول له بص احنا مش هيبقى اسمه برودكت اليوزر سيريالايزر هيبقى اسمه برودكت سيريالايزر وده زي ما هو وميتا بس هنا الموديل بتاعي هيبقى اسمه برودكت ما ظهرش معانا مش عاملين الانبوت تمام هقول له ماشي انا طبعا كده في الاول لازم استوعب الفريم ورك واعمل له امبورت سيريالايزرز تمام من الليست فريم ورك والموديل بتاعي هقول له روح على المودلز عايزك امبورت اللي احنا عملناه من شويه اللي هو البرودكت عشان انا اجي اقول له هنا بقى ايه الموديل بتاعي هو البرودكت نشوفه طيب في ليست كانت اليو ار ال بعد كده عندي الاي دي دول بقى اللي بتعملهم في البرودكت والنيم وبعد النيم كاتيجوري وبعديها عندنا الديسكريبشن هما اخر حاجه كانت عندي ثلاثة البرايس ده كان بالنسبه لي ايه السيريالايزر دوباي تمام كده يبقى السيريالايزر دوباي عملناه كتبناه والموديل بتاعنا مظبوط والفيو بتاعنا تمام وده بقى اللي احنا كنا استعدنا ده في الاب بتاعي اللي هو ريست اي بي ار في اليو ار ال هنا كده انا كنت باني كنت مستدعي بس الحته بتاعت البرودكت فيو سيت من الريست اي بي اي دوت فيوز بتروح على البرودكت فيو سيت وسرعت البرودكت فيو سيت عشان يعملوا ريجستر عشان يبقى شايف ان في حاجه اسمها يوزرز وفي حاجه اسمها برودكتس اما تعرفنا لليوزر فيو سيت وتعرفنا لليوزر سيريالايزر فده بالنسبه لنا خلاص ده بالنسبه لنا احنا معرفينه هناك في في الريست اي بي اي ومش محتاجين نعرفه تاني احنا بس بنستدعي في الاخر عشان الروتر يربط ان في يو ار ال اسمه برودكتس ويشتغل ايه ويشتغل عليه كده احنا جربنا الكود بتاع السيريالايزر وجربنا الكود بتاع الايه وبتاع الفيو الخاص بالبرودكت ونكمل ان شاء الله